لطالما سحر جار الأرض القديم عقول البشر ودعب مخيلتهم وزادهم فضولا لاستكشافه وبعد أن صعد الإنسان بسمو علمه إليه لم يتوقف عن سبر أغوار أسراره ليكتشف باحثون في جامعة لوس أنجلوس مؤخرا أن عمره أقدم مما كان يعتقد سابقا القمر لم يتشكل منذ أربعة مليارات وثلاثمائة مليون سنة هذا حد أدنى لعمره ويمكن أن يكون أكبر هو تشكل منذ أربعة مليارات وخمسمائة وعشرة ملايين سنة الدراسات السابقة عن عمر القمر كانت تعتمد على دراسة الصخور المتلاحمة المكونة من أجزاء مختلفة من صخوره وحسب الدراسة الحديثة قد يؤدي استخدام هذه الصخور إلى عمر غير دقيق بسبب تلوث فتاتها نتيجة الاصطدامات التي كونتها كما أن لكل جزء منها عمر مختلف وبدلا من الصخور المتلاحمه حلل العلماء عينات دقيقه من معدن يدعى الزركون، عثر عليه في تربه وصخور القمر، وجمعها مسبار ابولو عام 71، وتم تحليلها باستخدام اليورانيوم. كنا حريصين جدا على التاكد من ان الزركون لم يحدث له تبلور او ضرر نتيجه لاصطدامات او اي شيء، لقد كان ماده غير ملوثه. الباحثون أشاروا إلى أن الاكتشاف يساهم في التوصل إلى فهم تكوين المنظومة الشمسية وتاريخ الحياة على الأرض فالعلماء يعتقدون بتشكل القمر نتيجة اصطدام جسم كبير بالأرض والاكتشاف الجديد يعزز دراسة أخرى تحدد بدء الحياة على كوكبنا منذ أربعة مليارات ومائة مليون سنة أي بعد أربعمائة مليون سنة من تشكل القمر وهو حسب العلماء وقت كاف لظهور شروط الحياة على الأرض